السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ سنة تالتة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبقا للفيديو اللي فات والشرح اللي فات، احنا شرحنا لحد التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، صح كده؟ تعال النهاردة بقى اقول لك حاجة معلومة كده عن التجارة الخارجية، ثم نكمل شرح باقي المنهج. تقدر تقول لي دلوقتي ايه اللي يخلي واحد تاجر اجنبي يكون موجود في مصر؟ اولا التجار الاجانب دول اللي دخلهم مصر هو السلطان العثماني الله يسامحه. لما السلطان العثماني دخل التجار الاجانب بس دخلهم مصر عشان هم منظمين، وعشان هم هو ادالهم حاجات ما ادهاش للتاجر المصري. لو قارنت تاجر مصري بالتاجر الاجنبي، التاجر المصري معروف والتاجر الاجنبي معروف، يبقى هذا معناه مين اللي دخل الاجانب مصر؟ السلطان العثماني. رقم اتنين، اشمعنى الاجانب اعتمد عليهم؟ عشان معلومتين. رقم واحد، انهم عندهم قدراتهم التنظيميه منظمين. رقم اتنين، الامتيازات. هقول لك على معلومه حلوه لم تذكر في كتاب الوزاره ولكن ذكر في امتحانات ثانويه عامه سنوات سابقه. بص يا قلبي، صلاه رسول الله، هي اسمها امتيازات اجنبيه. حلو كده؟ التعريف بتاعها لو جات لك في صيغه المقالي بالنظام الجديد هتعمل كالاتي: هي معناها تسهيلات يقدمها السلطان العثماني للاجانب. شوية تسهيلات بيقدمها السلطان الأجانب بحيث بيسمح لهم الدخول ويبيعوا ويشتروا ويعملوا اللي هم عايزينه في البلد ولكنها بتاعتهم. تاني، مين اللي بوظ التجارة اللي في مصر؟ السلطان العثماني، عشان هو دخل الأجانب مصر. طب دخلهم ليه؟ عشان يستثمروا فلوسهم في البلد، وكان عنده اقتناع ان هو كده بيكسب، ما يعرفش ان الأجانب دول اصلا هيسيطروا على السوق المصري بعد كده. ده كده بالنسبة للتجارة. تعال بقى ناخد الأحوال الاجتماعية على قدر المعلومات البسيطة. أنا أعرف أن كلمة اجتماعية معناها مجتمع، وأن مجتمع معناها طبقات الشعب. أي دولة في الدنيا على مستوى العالم متقسمة طبقات، شعبها طبقة العليا، طبقة الوسطى، طبقة الأقل شوية، ثم الطبقة الدنيا. ولكن السلطان العثماني لم يتسم بالعدالة الاجتماعية. ركز المعلومة دي، وياريت لو تكتبها في كتاب حضرتك أو في ملزمتك الله يبارك في عمرك. تاني يا حبيب قلبي، لم يتسم السلطان العثماني بالعدالة الاجتماعية، كان عنده ظلم. الناس كلها من وجهة نظره حاجتين: يا اما انت من طبقة الحكام، يا اما انت محكومين. هقول لك على حاجة حلوة قوي: عشان يتقال عليك ان انت من طبقة الحكام، يبقى انت شخص من الاثنين، يا من طبقة العثمانيين اللي هم الاتراك، يا اما انت من المماليك. زمان حتى يقال عليك من طبقة الحكام، يبقى انت حاجة من الاثنين، يا اما انت عثماني يعني تركي، او انت مملوكي. طب اقول لك معلومة انت ما تعرفهاش، اعتبار ما سيكون. بص يا قلبي، بسم الله. بص يا حبيبي، يعني قلتلك الاتراك والعثمانيين تعرفها، البكوات المماليك. انا هنصحك نصيحه: لو في مره من المرات شرحت فيها اسم فلان، مثلا فلان ده اسمه محمد، رحت كاتب جنبها كلمه بك، او اعرف على طول ان هذا الشخص مملوكي ان شاء الله. حلو كده؟ فلان بك دي معناها مملوكي، من بشوات المماليك. طيب مستر، تقدر تقول لي يا مستر دلوقتي المماليك دول ماسكين ايه؟ تعال اقول لك. المماليك دول اخرهم يمسكوا حكام اقاليم، اخرهم يمسكوا حكام اقاليم. طب اقول لك معلومه حلوه محدش يعرفها قد كده، والله العظيم هتعجبك قوي. كلمه حكام اقاليم فيما يعادل الان المحافظات. ها بسيطه دي، بسيطه اهي. كلمه حكام اقاليم معناها محافظات. افرض انا شغلت دماغي في السؤال، او اللي حاطط الامتحان شغل دماغه وما كانش مفهمك ان كلمه حكام اقاليم معناها محافظات، خلاص هيجيب لك كلمه مكانها اسمها سلطه محليه. طب مش فاهم يا مستر، تحت امر حضرتك. دلوقتي تقدر تقول لي انت ولا ولي امرك له السلطه الاعلى؟ ولي امرك. يبقى ولي امرك ده سلطه مركزيه، وانت سلطه محليه. دلوقتي انا راجل متزوج مثلا، يعني انا راجل متزوج، انا في بيتي انا ليا السيطره الاكبر على اهل بيتي، وانا عند اهلي انا سلطه اقل، يبقى انا سلطه اقل، يبقى سلطه محليه. طب بلاش كده، سياده الرئيس والمحافظ، من له السلطه الاعلى؟ سياده الرئيس، يبقى هو سلطه مركزيه، والمحافظ سلطه اقل، سلطه محليه. عشان كده لما جيت نعمل لك مره مثلا من المرات ولاقول لك السلطه بتنقسم الى ايه يا مستر؟ السلطه تنقسم الى سلطه محليه وسلطه مركزيه. حكام الاقاليم اخرهم يمسكوا، حكام الاقاليم اخرهم يمسكوا وجه ابلي اللي هو الصعيد. خلي بالك منها عشان ما حدش يعرفها، المماليك خبرتهم السياسيه في حكم البلاد ضعيفه، اخرهم يمسكوا حكام اقاليم اللي هو الصعيد. المحكومين كما ذكر في كتاب الوزاره في صفحه 16، مفيش في المنهج حاجه اسمها حكام ومحكومين،
في حاجة اسمها حكام احنا عارفينها، بس هم مش مقسمين المحكومين. المحكومين دول اللي هم الشعب، والشعب ده على قدر معلومات البسيطة احنا هنقسمه طبقة وسطى وطبقة عامة. الطبقة الوسطى دول هم الطبقة التي لها إلى حد ما نفوذ، أو إلى حد ما لها مكانة اجتماعية عند الناس، إذا كان العلماء أو إذا كان المشايخ أو إذا كان التجار. مع احترام الكامل لمعالي حضرتك، العالم انت عارفه، التاجر انت عارفه، معرفتك عن كلمة شيخ معناها راجل ملتحي، يبقى انت راجل غلطان. كلمة شيخ مش معناها راجل ملتحي، كلمة شيخ معناها ناس كبار في السن. طب انا مش فاهم، انا استفدت ايه؟ لا تعال. يتسم العلماء والمشايخ زمان بالحكمة، وعشان يتسموا بالحكمة الناس كانت بترجع لهم في بعض امور حياتهم. لو واحد عنده مشكلة يرجع دايما الى اهل العلم او اهل الحكمة. الطبقة المحكومين الناس الأخيرة خالص، عامة الشعب، وعمل الشعب دول اللي هم كانوا زمان الفلاحين. زمان حضرتك على مدار ثانوية عامة سنوات سابقة كلهم بيحفظوا كلمة فلاحين، ولا بياخدوا بالهم من كلمة الحرفيين. الحرفيين اللي هو الصنايعي، الحرفيين، ولا حد بياخد باله من كلمة الحرفيين دي. اللي بعدها الأحوال الفكرية والثقافية بيننا ومن بعض التعليم. طب تعالى بقى ناخد دلوقتي الأحوال الفكرية والثقافية، وريت بقى هتكتب جنبها كلمة التعليم، ياريت يعني بعد إذنك هو التعليم. هو ما ذكرش في كتاب الوزارة أن دي معناها التعليم، ولكن هي بتتفهم. ذكر في كتاب الوزارة مكتوب إيه بقى؟ من نور العلم اللي بصيص في الأزهر مع إغلاق باب الاجتهاد في الدين. يعني ما فيش أصلا تعليم كان موجود، والتعليم اللي موجود الوحيد هو التعليم الأزهري. وما فيش تعليم أزهري، ده اللي عنده معلومة وحافظها عن الدين مكتفي بيها ومش بيحاول هو يجتهد أو يوسع منها. فمكتوب لم يبقى من نور العلم إلا بسيط، يعني جزء بسيط خالص في الأزهر مع إغلاق باب الاجتهاد في الدين. يعني اللي حافظ آيتين في القرآن لا بيجتهد يحصلهم أو يزودهم ولا أي حاجة. على قدر المعلومات البسيطة اللي مكتوبة كده الدولة باين مفيهاش تعليم. مفيهاش تعليم يعني فيها جهل، وناء على الجهل عد بقى الخرافات والشعوذة والدجالين، ويتخيلك مثلا يقول لك عشان خاطر مثلا يطلع العفريت ده من عليك لازم تعمل زار. طبعا دي كلها اعتقادات سلبية لا محل لها من الوجود اصلا يعني. طب ناخد الحتة اللي بعدها كده، الاحوال السياسية. كلمة احوال سياسية معناها نظام الحكم. كلمة احوال سياسية معناها نظام الحكم. احنا عايزين ناخد دلوقتي بقى نظام حكم الدولة العثمانية. اولا السلطان العثماني كان مش بيثق في حد. تعرف ان السلطان العثماني مقر حكمه الاستانة؟ تعرف ان نظام حكم الدولة العثمانية نظام حكم سلبي، وان السلطان بيبقى مقر حكمه الاستانة، دي عاصمة الدولة العثمانية. السلطان بيبقى قاعد هناك في الاستانة، يعني يكاد يكون في تركيا. دلوقتي عشان يعين واحد على مصر هو ممكن ما يثقش فيه. بس للاسف الشديد، بص بقى عد كده، الوالي نائب عن السلطان العثماني، فالسلطان بيختار واحد نائب عنه في مصر، بس عشان السلطان مش بيثق في الوالي فالسلطان بيعين شخص يراقب الوالي اللي هو الديوان. الديوان ده كل مهمته يراقب الوالي، مع اي غلطه يعملها الوالي الديوان يشيل الوالي. فعشان لو سالتك من له السلطه الاعلى؟ الديوان، لانه بيراقب المعلم ده وله صلاحيه يعزل الوالي. متى يعزل الوالي؟ اذا كان مثلا في بعض الامور السلبيه عملها الوالي، او اختلس من الناس فلوس، او ايا كان السلبيه اللي عملها. له السلطه عليا، ده السلطه الاعلى وده السلطه الاقل. فاكر لما قلت لك من شويه البكوات المماليك، المماليك دول اخرهم يمسكوا ايه؟ خبرتهم السياسيه حكام اقاليم، بالاخص منطقه الصعيد اللي هي الوجه القبلي. تقدر تقولي دلوقتي ايه رايك في نظام حكم الدوله العثمانيه؟ والله مثلا نظام حكم وحش. الوالي ده يقعد سنه سنتين ثلاث سنين اخره، لان السلطان بيخاف ان الوالي يطمع في الحكم اكتر من كده، وبناء عليها السلطان يخلي الديوان يشيله بعد سنه او سنتين، واستحاله يكمل الثلاث سنين. يبقى اول سلبيه موجوده في نظام الحكم قصر مده حكم الوالي، ان المده الزمنيه اللي بيمسكها الوالي فتره قصيره. رقم 2، من السلطه الاعلى؟ قلت لك الديوان. طيب رقم 3، اولا معلش انا اسف، يعني هو الجيش مهمته ايه؟ الجيش مهمته عسكرية، اللي هو حماية حدود الدولة. طب لو قلت لك ان الجيش ده ما كانش مهمته عسكرية، يعني ما كانش بيأمن حدود الدولة، فتقريبا كده نظام حكم الدولة ضعيف والجيش كمان ضعيف. سؤال، طبقا لحصة المرة اللي فاتت، فاكر لما قلت لك الدولة العثمانية كانت ضعيفة امتى؟ ضعيفة في اواخر القرن ال17. خلي بالك منها. اقول لك سر حلو، كما تدين تدان. يعني يا مستر، قلت لك الدولة في الأساس كانت دولة مماليك،
تابعه لدوله المماليك او دوله مملوكيه. بعدها الدوله دي ضعفت، فاستغلها السلطان العثماني اسمه سليم الاول طبقا لمنهج ثالثه اعدادي. سليم الاول ده استغل ضعف الدوله العثمانيه، ضعف دوله المماليك، واخدها منهم وحولها من دوله مملوكيه خلاها عثمانيه. يا اخي سبحان الله، دلوقتي كما تدين تدان. النهارده بقول لك الدوله العثمانيه كان عندها عيوب وعندها سلبيات يعني ضعيفه، فاستغلها دوله المماليك عشان يرجعوا حكمهم زي ما كان زي الاول، وتبقى الدوله دوله مملوكيه وتنتهي الدوله العثمانيه. ده من وجهه نظر المماليك. سؤال بقى، المماليك كلهم هيعملوا كده؟ اكيد لا طبعا. امال مين يا مستر بقى؟ واحد من ضمن زعماء المماليك شاف نفسه انه الاولى والاصلح ان هو يرجع حكم الدوله المملوكيه من تاني، وقال وهو علي بك الكبير. ليه بقى قصه حلوه قوي هشرحها لك دلوقتي. اولا علي بك الكبير ده راجل من ضمن زعماء المماليك، تقدر تقول لي عشان يحول مصر الى دوله مملوكيه يعمل ايه؟ لازم يشيل الوالي بتاع مصر. اول حاجه عملها عزل الوالي العثماني. حلو. اتنين، زمان حتى يقال عليك ان انت راجل دوله مملوكيه يبقى لازم تحتل ثلاث اماكن. عشان تقول ان انت اسست دوله مملوكيه او عثمانيه او ايا كان اسمها، ثلاث اماكن. واحد، تحكم مصر، تحكم بلاد الشام، وتحكم الحجاز. مش فاهم؟ مصر انت عارفها ان شاء الله، بلاد الشام اللي هي دلوقتي سوريا ولبنان، وبلاد الحجاز اللي هي السعوديه او بالاخص مكه والمدينه والطائف. معلش انا اسف دلوقتي يا مستر، ما مكه بالموضوع، المدينه بالموضوع. بعد وفاه الرسول قامت بعض الدول الخلفاء الراشدين، لو تسمع عنها، والخلفاء الراشدين دول اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد الدوله وبعد دول الخلفاء الراشدين جت بعدها الدوله الامويه، وبعد الامويه العباسيه، وبعد العباسيه جت بعدها لو تفتكر يعني الدوله الطولونيه، وبعد الطولونيه الاخشيليه، وبعد الاخشيليه جت بعدها الدوله المملوكيه الفاطميه في المملوكيه، وجت بعد المملوكيه العثمانيه. ما خدتش بالك من حاجه؟ ابو بكر الصديق، ايه اللقب اللي بيتقال له؟ الخليفه ابو بكر الصديق. كل من تولى حكم بعد وفاه الرسول يقال عليه لقب الخليفه. يعني هذا معناه علي بك الكبير لما هيحكم الدول دي كلها باعتبار مملوكي، كل دول خلفاء لسيدنا محمد، يعني كلهم هيتقال عليهم خليفة المسلمين. يبقى هو حكم مكة والمدينة ليه؟ هيحكم الدولة الإسلامية ازاي؟ بقى مقر الدولة الإسلامية مقرها المدينة منورة. مش انت عارف ان الرسول هاجر من مكة للمدينة، ورسول بعدها عمل كان بعض الحاجات في المدينة منورة، اذا كان عامل المسجد او المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، او عمل صحيفة المدينة، او في بناء اقتصادي واجتماعي. المهم مركز الدعوة الإسلامية المدينة منورة، واللي يحكم المدينة منورة يتقال عليه خليفة المسلمين. يبقى ابن لذينة بطريقة غير مباشرة، طبعا الكلام ده كله مش في المنهج، طبقا لمنهج تانية اعدادي وتانية سنة. يبقى هذا معناه علي بك الكبير كان عاوز يقول على نفسه، او عايز يخلي الناس كلها تقول عليه انه خليفة المسلمين، عن طريق يحكم بلاد الحجاز. ما تيجي بالنظام الجديد كده نحط بعض الحاجات حلوة قوي. انك تعزل الوالي دي امور سياسية، انك ما تدفعش الخراج. ما هو الخراج؟ اي ضريبه تدفع على الاراضي الزراعيه اسمها الخراج. طبعا الكلمه دي اللي اخترعها المسلمين من بعد وفاه الرسول، بالاخص ايام سيدنا عمر بن الخطاب. حلو كده. الخراج هي الضرائب التي تدفع على الاراضي الزراعيه وهو ما رضاش يدفعها. ضرائب يعني فلوس، والفلوس تندرج تحت بند اقتصادي. ضرب النقود باسمه. زمايل حضرتك على مدار ثانوية عامة سنوات سابقة معلوماتهم عن كلمة ضرب النقود معناها زوروها، والله يا ابني ما حصل. كلمة ضرب النقود باسمه أي معناها صنع عملة عليها اسمه. زمان يا حبيب قلبي العملة أنواع، إما عليها اسم الحاكم أو صورته، ومعنى إن هو معنى إن ينزل عملة في السوق عليها صورته أو اسمه بيقول للناس أنا اللي بقيت الحاكم الجديد. يبقى كده عزل الوالي العثماني دي امور سياسيه، امتنع عن دفع اخراج امور اقتصاديه، ضرب النقود باسمه برضه اقتصادي. انا قلت لك اخضاع الحجاز لنفوذه، فاكر لما قلت لك ما هي الحجاز؟ الحجاز هي مكه والمدينه والطائف. الهمين فيهم المدينه المنوره لانها مركز الدعامه الاسلاميه، حتى يقال عليه خليفه المسلمين. يعني لو قلت لك مثلا علي بك الكبير اتسم بالطابع الديني، صح. ازاي يا مستر؟ اخضاع الحجاز لنفوذه. تعرف ان كان في السكرتير بتاعه او النائب بتاعه اسمه محمد بك ابو الدهب. علي بك الكبير طلب من ابو الدهب، قال له يا ابو الدهب افتح لي بلاد الشام وضمها لسيطرتي عشان نكمل دوله الخلافه اللي احنا عايزينها. راح ابو الدهب لحد بلاد الشام، لحظه النحس، وصل لحد دمشق اللي هي سوريا او عاصمه سوريا، لقى السلطان العثماني لاول مره موجود هناك.
على قدر معلوماتنا البسيطة احنا عارفين ان السلطان العثماني مقر حكمه الأستانة، اول مرة السلطان يقعد في منطقة جديدة اللي هي دمشق. لما السلطان العثماني شاف ابو الذهب هناك، طبعا ابو الذهب اتلجلج وحكى للسلطان العثماني كل اللي حصل في مصر. قالوا ده علي اخذ العملة خلاها باسمه، علي عزل الوالي العثماني انت عينته يا سلطان، علي عمل كذا وكذا وكذا. اتفق فيها ابو الذهب والسلطان العثماني ان احنا نعمل حل حلو. بص يا ابو الذهب، طبعا السلطان اللي بيتكلم، بص يا ابو الذهب انا هنعينك شيخ البلد مقابل انك تقتل علي بيك الكبير. ولما ابو الذهب رجع مصر قتل علي بيك الكبير واخد مكانه. بعد ما كان ابو الذهب ده نائب، بقى مره واحده كده بقدره قادر بقى شيخ البلد، فيما يعادل الان شبه فكره العمده. طبعا ده كان منصب كبير قوي عمره ما كان يقدر يحلم بيه اصلا محمد بيك ابو الذهب. تقدر تقول لي ابو الذهب عمل ايه في سيده؟ خانه ازاي لما اتفق مع السلطان العثماني عليه؟ ابو الذهب لما مسك منصب شيخ البلد معلوماته عن الحكم صفر زيرو، ما يقدرش يحكم بلد. وبناء عليه لو الدوله كانت ضعيفه بعد اللي عمله ابو الذهب الدوله كانت ضعيفه اكتر من الاول. فمكتوب لان محمد بك ابو الذهب انحاز للسلطان العثماني وتحالف معه دعا بك الكبير. النتائج المترتبه على ذلك مصر رجعت زي ما هي ولايه عثمانيه. ليه يا مستر رجعت؟ مش مسكها ابو الذهب. ابو الذهب يا حبيبي مسك عمده البلد، ما مسكش البلد كلها. ما هو كده حركه علي بيك الكبير فشلت. الدوله باظت اكتر من الاول، لو التجاره كانت بايظه اكتر من الاول باظت. عارف بقى الحمله الفرنسيه لما جت على مصر كان اللي ماسكها اتنين صحاب، واحد اسمه مراد بك والتاني اسمه ابراهيم بك. انا قلت لك كده الحمله الفرنسيه لما جت على مصر كده اللي كان ماسكها اتنين. هتسمع انت فيديوهات كتير قوي وناس تقول لك اصل مراد وابراهيم ده الاتنين دول اخوات، هم لا اخوات ولا نيله، دول اتنين مسكوا حكم مصر مماليك. اشمعنى واحد؟ طب ليه مثلا ما ينفعش واحد منهم يمسك؟ ما انا قلت لك خبره المماليك مش حلوه ان هو يمسكوا بلد كامله، فمسكها اتنين. تعالى بقى بوب انا اقول لك حاجه حلوه ما خدتش بالك منها. الحملة الفرنسية دي لما جت على مصر هقول لك معلومة هتعجبك قوي. دلوقتي انت عارف ان نابليون بونابرت لما عامل حملة على مصر المفروض الحملة هتيجي منين؟ هتيجي من فرنسا. هتروح فين؟ هتروح لحد مصر. تعال اقول لك على معلومة حلوة انت ما تعرفهاش. تقدر تقول لي خط سير نابليون من ساعة ما طلع من فرنسا لحد ما وصل مصر؟ اولا نابليون طلع من ميناء اسمه ميناء تولون في فرنسا، عدى على جزيرة اسمها جزيرة صقلية ومالطا، بعدها وصل لحد جزيرة أخرى اسمها جزيرة كريت، ومن كريت دخل اسكندرية. كل ده خط سير نابليون، طلع من ميناء تولون لحد اسكندرية. طب أنا أقول لك بقى على شوية معلومات عمرك ما سمعتها قبل كده. تعرف إن نابليون الحملة اللي عملها كانت حملة سرية؟ يعني ما حدش كان يعرف من الجيش بتاع نابليون إن الحملة دي أصلاً رايحة مصر. كل اللي قدر فيه يعمله نابليون إن هو قال للجيش بتاعه إحنا عندنا حملة فين؟ إزاي؟ ما حدش يعرف. نابليون اخذ معاه مجموعه من السفن كبير قوي، ويقال في بعض الكتب التاريخيه انه اخذ معاه 35000 جندي وتقريبا 48 او 50 سفينه، ده غير بقى 146 عالم، وفي كتب اخرى يقول لك 152 عالم. تمام. تاني، نابليون طلع من الحمله دي سريا. معلش انا اسف يا مستر، ما يقولوا ده الناس كلها سريا يا حبيب قلبي. وانا قلت لك نابليون راح يعمل حمله على مصر ليه؟ رايح يضرب التجارة بتاعت انجلترا. طب دلوقتي لو انجلترا عرفت انه جاي يضربهم اكيد انجلترا مش هتسكت، يبقى هذا معناه او ممكن يبقى في واحد من ضمن الجيش الفرنسي يبقى خاين راح يحكي للانجليز ان نابليون راح يضربكم يا جماعة في مصر. عشان كده كانت الحملة سرية. نابليون قال لهم احنا رايحين نحارب، فين ومين وازاي دون تحديد الوجهة، يعني ما حدش رايح فين. الحملة طلعت من ميناء تولون، عدت على جزيرة اسمها صقلية ومالطا والأفضل مالطا، بعدها عدوا على جزيرة كريت في البحر المتوسط ثم على اسكندرية. أسألك سؤال جميل قوي، ليه الحملة الفرنسية ما دخلتش بورسعيد الأول؟ تاني، ليه الحملة الفرنسية ما دخلتش مثلا من السلوم؟ ليه مش من مطروح؟ ليه مش من رشيد؟ ليه مش من دمياط؟ ممكن أسألك سؤال، عشان تحتل أي دولة بتحتل إيه؟ العاصمة. عاصمة مصر إيه يا حبيبي؟ القاهرة. أقرب حاجة للقاهرة من اسكندرية. طب مثلا نفترض ان رشيد، من رشيد لحد القاهره مسافه اكبر، تدخل اسكندريه عشان دي اقرب حاجه على البحر. والاسطول الفرنسي ركن الاسطول بتاعه تقريبا في منطقه ابو قير، وخلي بالك من كلمه ابو قير هتعرفها كمان 10 دقائق ليه.
تاني. يبقى خط السير نابليون طلع من ميناء تولون في فرنسا لحد ما وصل الاسكندريه. اقول لك معلومه حلوه، نابليون ما تقدرش ما تقنعنيش ان نابليون دخل بكل سهوله اسكندريه كده والامر كان سهل قوي عليه. لا كان سهل قوي. المماليك اصلا قبل الحمله الفرنسيه ما تيجي مباشره حصل صراعات داخليه ما بينهم. يعني يا مستر فاكر لما قلت لك ان ابو الذهب مسك شيخ البلد؟ كل زعماء المماليك التانيين قالوا بقى الواد ده النائب ده يمسك شيخ البلد واحنا لا. فحصل صراعات ما بين المماليك وسابوا حدود البلد فاضيه. تخيل كده انا وانت عزيز الطالب، انا وانت بنتعاركوا مع بعض والباب مفتوح، يعني اي حد ممكن معارض يدخل يسرق يخلص يتكل على الله واحنا ما نعرفش حاجه. كل حدود البلد ما كانتش متامنه كويس لان المماليك كان تخصصهم حمايه حدود البلد وهم كانوا سايبينها فاضيه، ونابليون قدر بكل سهوله يدخل مصر لان حدود البلد كانت فاضيه. بص كده، سبب اساسي خلى نابليون يدخل مصر او سبب رئيسي جعل نابليون يدخل مصر بسهوله ان المماليك لم يهتموا بتحسين حدود البلاد، وذلك بسبب الصراعات الداخليه اللي كانت ما بينهم. معلومه رقم واحد. رقم اثنين، هل الشعب المصري كان عنده علم بوصول نابليون؟ اه كان عنده علم. طب يا مستر عنده علم منين والحمله كانت سريه؟ صح، نابليون يا حبيب قلبي كان طابع منشورات قبل الحمله بفتره وبعتها للمصريين قبل ما يجي بشهرين او ثلاثه. كاتب ابن لزينة في المنشور بالظبط كما ذكر في كتاب الوزاره: انني ما جئت اليكم اليوم الا لخلص حقكم من يد الظالمين، وانني اكثر من المماليك ايمانا بالله اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقران الكريم. ابن لزينة عارف ان الشعب المصري ما كان دارسهم كويس، او بمعنى صح المنشورات اللي كان باعتها مع الناس الجيش الفرنسي درس احوال المصريين وحكوا نابليون. تقدر تقول لي المصريين بيحبوش مين؟ المصريين مش بيحبوا المماليك، فقال في المنشور انني ما جئت اليكم الا عشان نخلصكم من يد الظالمين. من هم الظالمين؟ المماليك، وانني اكثر منهم ايمانا بالله اعبد الله. هو اصلا مسيحي، مسيحي كاثوليكي، ازاي انت بتقول اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقران الكريم؟ يعني انت عارف ان المسلمين دول عندهم نبي لو سيدنا محمد وعندهم القران الكريم. تعرف ان نابليون كان بيحتفل لما دخل مصر كان بيحتفل بالمولد النبوي مع المسلمين زيهم؟ تاني قال في المنشور: انني ما جئت اليكم اليوم الا لخلصكم من يد الظالمين، وانني اكثر من المماليك ايمانا بالله اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقران الكريم. بص كده، وان جميع الناس متساوون عند الله، وان الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل. بيقول لك ان الناس كلها سواسيه عند ربنا، واللي يميز كل بني ادم والادم الثاني عقله. بص بقى الحته اللي جايه بضحك عليهم بكلمتين: والفضائل والعلوم، وانه اذ كانت الارض المصريه التزاما للمماليك فليرون الحجه التي كتبها الله لهم. ولو المماليك دول شايفين ان مصر بتاعتهم يجيبوا لي الحجه يعني الدليل. مش انا قلت لك المماليك كان دولتهم في الاساس مصر بتاعتهم كانت مملوكيه ونستغلها سليم الاول واخدها منهم؟ فهو بيقول لهم لو المماليك دول شايفين ان مصر بتاعتهم يجيبوا لي الحجه يعني الدليل. طبقا للكلام اللي ذكر في كتاب الوزاره ده حته من المنشور، باقي المنشور بيهددهم فيه: واللي هيفكر يواجه الحمله الفرنسيه هنحرق المساجد، هنحرق البيوت، وهنحرق الاراضي الزراعيه، وهنحرق. طبقا لمنهج نظام الجديد دفعه 2022 الدور الاول كده، نابليون استخدم في المنشور طريقتين، قعد يليف في الاول ويهدد في الاخر. يعني بالنظام الجديد ممكن اكتبها كده: استخدم مبدا الترغيب ومبدا الترهيب. عارف يعني ايه روحي؟ الترغيب بيرغبهم فيه، بيحببهم فيه، لما قال ان انا جئت اليكم عشان نخلصكم من يد الظالمين اللي هم المماليك. اثنين، الترهيب يخوفهم، خلي بالك منها. يبقى اتسم نابليون بالشيزوفرينيا لو انفصام في الشخصيه، في الاول بتحببهم فيك بعد كده بتخوفهم منا. طب انت بتخوفهم ولا بتحبهم؟ طيب الحته اللي بعدها، طب هو كده عامل كده في الشعب المصري، طب دلوقتي بقى بالنسبه للسلطان العثماني يعملها ازاي؟ هو عارف ان السلطان ما يملاش عينه الا الهدايا. الرشاوي قدر يبعت للسلطان بعض الهدايا فيما يعادل الرشاوي. واحد، جذب المصريين الى صفه عن طريق المنشور، جذب السلطان العثماني الى صفه عن طريق مجامله السلطان. مجاملة دي معناها يبعت له هدايا او رشاوي. صعبة؟ طيب انا قلت لك الناس المصريين كانوا عارفين. ايوة المصريين كانوا عارفين، بس المماليك ما كانوش يعرفوا. ازاي يا مستر؟ ما المنشور ده اللي خلي المصريين يشوفوه يخلي المماليك يشوفوه. يا قلبي قلبي، مش انا قلت لك
كان المماليك في صراعات داخليه ما بينهم، ما عندهمش وقت يبص المنشورات بيوزعها بيوزعها الفرنسيين على المصريين. مش انا قلت لك كان في صراعات داخليه ما بينهم، ما عندهمش القدره ولا الوقت اللي يخليهم يعرفوا ان في منشورات اتبعتت. فمكتوب: فوجئ الحكام المماليك في القاهره بنبأ وصول الحمله قرب شواطئ اسكندريه في اوائل يوليو 1798. يعني بالنظام الجديد 17 زائد 1 يبقى احنا في القرن ال 18. 98. انت عارف ان القرن 100 سنه ان شاء الله. دي جلب كام؟ دي 98. فاضل لها قد ايه عشان تبقى 100؟ فاضل لها 2. يبقى احنا كده في الاخر ولا في الاول؟ كده في الاخر. يبقى الحمله جت امتى؟ اواخر القرن ال 18. وانا قلت لك اهو كانت قوتهم كانت استهلكت في النزاعات الداخليه فيما بينهم، فلم يوجهوا اي اهتمام الى تحصين حدود البلاد عشان يواجهوا اي اخطار. تقدر تقول لي مين اول ناس هيواجه الحمله الفرنسيه؟ اكيد اهل اسكندريه. بصراحه قاوم اهل اسكندريه الحمله الفرنسيه بزعامه الحاكم بتاعهم محمد كريم، مش محمد كريم، محمد كريم. هقول لك اللي مش موجود في كتاب الوزاره. نابليون ادى فرصه لمحمد كريم شهرين. قال له انا هروح مشوار شهرين وارجع لك تاني يا كريم، تكون جمعت لي ضرايب من اهل اسكندريه، لو جمعت ضرايب هنسيبك عايش، ما قدرتش تجمعهم اعذرني انا هموتك. بفكرك، قال له هنسيبك شهرين وارجع تاني. الحمله لما دخلت اسكندريه دخلت في وقت، والوقت اللي اتعدم فيه محمد كريم وقت تاني، بس مش هقول لك ليه. بص كده هنا، الحمله دخلت في شهر كام يا حبي؟ يوليو. يعني على قدر معلوماتي يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو، يعني شهر كام ده؟ شهر 7. ركز كده هنا بقى، مكتوبه عدم امتى؟ سبتمبر. مش هقول لك ليه ازاي. الحمله طلعت من اسكندريه، هو طبعا كده محمد كريم هتعرف ان هو هيتعدم. الحمله طلعت من اسكندريه لحد تقريبا شبرخيت وبعدها معركه امبابه. بعد معركه امبابه تعال اقول لك بقى خط سير الحمله الفرنسيه. طلع نابليون من اسكندريه وصل لحد شبرخيت. معلش يا مستر، ايه اللي وداه شبرخيت؟ شبرخيت في البحيره، ايه اللي وداه شبرخيت؟ تعال اقول لحضرتك. المفروض لو انت رايح دلوقتي جاي من اتجاه اسكندريه رايح لاتجاه القاهره، لو دلوقتي اسكندريه خرشد كفر الدوار ابو حمص صح كده، دمنهور ايتاي كفر الزيات، كمل 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 لحد القاهره. بس الاسماء دي ما كانتش موجوده زمان صح. فهو طلع بطريقه معينه من هناك اسكندريه، عدى من طرق زي شبرخيت، من شبرخيت على امبابه. نشرح بقى موضوع شبرخيت دي. بص كده يا روحي، الحمله كده الفرنسيه طلعت من اسكندريه اهو، مشت في خط السير هنا البحيره، كمل كمل الرحمنيه، ومن الرحمنيه على شبرخيت. نشرح شبرخيت مين كان موجود في شبرخيت هناك. الواد مراد، فاكر مراد بك؟ زي ما قلت لك قبل الحمله الفرنسيه ما تيجي كانت تحت حكم اثنين، مراد وابراهيم. مراد اللي كان في شبرخيت تاني، مراد اللي كان في شبرخيت. اولا كده كده مراد هيخسر لا محاله. انت مالك واثق من نفسك كده ليه؟ تعال اقول لك. اولا مراد ده مملوكي، والمماليك طريقتهم في الحرب زمان اسمها الفروسيه. اسمها ايه يا حبيبي؟ الفروسيه. سيف بقى ورمح وبتاع وحصان، جو قبل الاسلام. ونابليون معاه مدافع، فمش محتاج اقول لك مين كسب. نابليون كسب عشان معاه اسلحه متطوره، ها؟ ومراد خسر ليه؟ بسبب اسلحته قديمه اسمها الفروسيه، او لو سيف ورمح. مراد هرب من شبرخيت وصل لحد صاحبه في امبابه. تاني هما كانوا اتنين صحاب، مراد ومين؟ مراد وابراهيم. يبقى انا بتوقعاتي على قدر معلوماتي البسيطه، مراد هنا يبقى ابراهيم هنا في امبابه. عبال مراد وصل لحد امبابه لسه بيقول لابراهيم الحقني، ده الفرنسيين ورايا. كان ساعتها نابليون دخل وراء امبابه. كل اللي قدر يحصل كالاتي: مراد هرب من شبرخيت لامبابه، ادي واحد. بعدها نابليون وصل لحد امبابه، راح مراد هرب تاني مره من امبابه لحد الصعيد. ها كم مره كده هرب مراد؟ مرتين، مره من شبرخيت لامبابه، والمره الثانيه من امبابه للصعيد. خدتش بالك من حاجه؟ الطريق اللي استخدمه مراد تحت ولا فوق؟ مراد هرب اللي تحت، يبقى هو هرب للجنوب صح كده. طب الحته اللي بعدها، طب انت مستر قلت لي مراد وهرب بالطريقه دي، طب بالنسبه لابراهيم، ابراهيم كان في امبابه، امبابه دي في القاهره ان شاء الله، او بصراحه للامانه العلميه غرب القاهره. كل اللي قدر يعمله ابراهيم بك اخذ الوالي العثماني اللي هنا وهرب هما الاثنين لحد بلاد الشام.
اتجاه اللي باشا منه المراد ده شمال ولا جنوب؟ شمال فوق صح كده، بس شمال على اليمين شويه، يبقى شمال شرق. يا يبقى كده مراد هرب كم مره؟ مراد هرب مرتين، من شبرخيت لامبابه ومن بابل للصعيد. وابراهيم اخذ الوالي بتاع البلد، الوالي العثماني بتاع مصر، وهربوا هما الاثنين لبلاد الشام. اقول لك سر حلو، مصر كانت تحت حكم اثنين، مراد وابراهيم، يبقى الحاكم بتاع البلد مشى. مني ليك يا ابن الناس، على مدار المنهج كله اول ما تسمع ان في حاكم مشى من البلد او الحاكم مش موجود، اعرف ان اسمها بالنظام الجديد الفراغ السياسي. فلما اسالك هل حدث فراغ سياسي؟ اه حصل. حصل امتى؟ بعد معركه امبابه. تمام كده؟ معركه امبابه شهر كام يا حبي؟ شهر يوليو. طيب بعد معركه امبابه رجع تاني نابليون لحد اسكندريه وسال محمد كريم، ها جمعت الضرايب؟ قال والله ما قدرت اجمع. انا بقى اقول لك السؤال اللي انت ما تعرفوش، ليه الاستاذ محمد كريم ما عرفش يجمع الضرايب؟ الناس بتكره اصلا محمد كريم لان هو بطبيعته بيجمع منهم ضرايب كتير قوي، وبناء عليها لما جه يجمع منهم تاني مره ما قدرش الشعب يدفع، معهوش ان هو يدفع. هو كان متفق معاه لو جمعت هنسيبك ولو ما جمعتش هنعدمك. وقفوا محمد كريم في ميدان عام، وقفوه كده قدام زي مثلا عمود ولا حاجه وربطوه، والجيش الفرنسي كله واقفين قدامه، وهو ادى امر نابليون للجيش الفرنسي كلهم يضربوا مراد، يضربوا محمد كريم رميا بالرصاص. تخيل جيش كامل 35,000 بني ادم، كل واحد من دول لو سلم على محمد كريم هروح في داهيه، ده لو سلم عليه، ما بالك بقى كل واحد من دول ضرب طلقه واحده وتعدم فيها محمد كريم رميا بالرصاص. اللي حصل ده مسبحه جماعيه ولا فرديه؟ فرديه، لان المات فيها واحد اللي هو الحاكم بتاعه. تمام؟ الحته اللي بعدها الى صحيح النبي، فين الانجليز في الموضوع؟ تعرف انه وصلت اخبار الى الانجليز ان الحمله الفرنسيه موجوده في ابوقير؟ مش انا قلت لك ان فرنسا او نابليون ركن الاسطول بتاعه في منطقه ابوقير؟ فضلت انجلترا تدور على الحمله الفرنسيه او تدور على فرنسا في البحر المتوسط لحد ما شافوهم بالمنظار من بعيد بالاسطول بتاعهم، شافوهم راكنين في ابوقير، وصلت الاسطول بتحدى ابو قير. شوف الطريقه المستخدمه بقى، ولاد الذين الانجليز دول حلوين قوي فهمانين. اللي حصل كالاتي، 1 2 3 4 5 6 7 8، هتخيل ان الاكسات دي هو الاسطول الفرنسي. بص كده الاسطول الانجليزي عامل ازاي، ايه ده محوطينهم. المعلمين دول الفرنسيين كانوا راكنين في ابو قير، قام الانجليز راكنين حواليهم عشان ما يعرفش بعد كده الفرنسيين يخلعوا، وبناء عليها حصلت معركة ما بين الفرنسيين وما بين الإنجليز، واللي سموها بعد كده معركة أبو قير البحرية. تخيل كده أسطول فرنسي قدام أسطول إنجليزي. مش أنا قلت لك في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت قلت لك إن إنجلترا أقوى بكتير من أسطول فرنسا؟ مش محتاج أقول لك مين كسب ومين خسر، أنت عرفت فرنسا خسرت وإنجليز كسبوا. قائد الاسطول الانجليزي اسمه نيلسون، وقائد الاسطول الفرنسي نابليون. استنى كده، نابليون اسطوله اتدمر في الميه. استنى، نفترض دلوقتي ان الاسلحه بتاعه نابليون خلصت، مثلا اسلحه نابليون خلصت وعاوز يجيب اسلحه، انا لو معايا فلوس في جيبي خلصت هروح البيت هجيب فلوس وانزل تاني مثلا. طب دلوقتي اسلحته خلصت، الطبيعي ان هو حد يروح، بعد الجيش يروح باسطول مركبين ثلاثه يجيب اسلحه من هناك من فرنسا ويرجعوا تاني. الاسطول اتدمر، يعني نابليون دلوقتي يكاد يكون اتحاصر في مصر، لا هيعرف يروح ولا هيعرف يسيطر على البحر المتوسط ولا هيعرف حتى ان هو يبعت الجيش بتاعه من تاني يروح يحمل امدادات عسكريه ويرجع تاني. نابليون اتحاصر في مصر بسبب مين؟ بسبب نيلسون قائد الاسطول الانجليزي، لذلك سميت الجزيره اللي موجوده في اسكندريه جزيره نيلسون نسبه الى قائد الاسطول الانجليزي نيلسون، اللي حصل في المكان ده معركه ابو قير البحريه. الحته اللي بعدها، وادي معركه ابو قير البحريه اللي قلتها لك اهو. كده خط سن نابليون من اللي منين؟ اسكندريه، شبرخيت صح كده، امبابه، بعدها رجع للقاهره تاني، بعدها رجع لاسكندريه، فحصلت معركه ابو قير. نابليون عاوز يعوض الخساره اللي هو خسرها، عاوز فلوس. فاكر مراد هرب فين؟ هرب مرتين، مره من شبرخيت لامبابه والثانيه من امبابه للصعيد. يبقى مراد فين دلوقتي؟
في الصعيد راح متجه الاستاذ نابليون لحد الصعيد. تعالى بقى، نابليون كان عاوز يضمن اي حاجه، اذا كان بقى تجاره داخليه تجاره خارجيه يضمن اي فلوس تجيله. نابليون استخدم المراكب الصغنطوطه بتاعت المصريين دي عشان يحمل بضاعه عليها ويقدر يعمل تجاره مع اهل الجنوب. مراد كان ذكي، مراد قفل نهر النيل بحيث المراكب بتاعت نابليون ما تعرفش تعدي. فبكل بساطه كان نابليون هيخسر سياسيا واقتصاديا، هو هيخسر بضاعه شغل يبقى اقتصادي، نابليون كان هيخسر. وقبل ما يخسر عرض على مراد كالاتي، قال له يا مراد انا هنسيبك تحكم الصعيد ومش هنيجي جنبك، بس سيبني اعمل شغل هنا. مراد رفض. على فكره مراد يلتزم بالشيزوفرينيا، انفصام في الشخصيه، نفس العرض ده هيعرضه عليه واحد في نص الباب وهيقبل، والمره دي رفض. تاني، مين عرض على مين ايه؟ نابليون عرض على مراد بك، قال له هنسيبك تحكم الصعيد بس تحت اشرافي انا وتحت دماغي. انا بقول لي نابليون انت غبي، تخيل كده انت عزيز الطالب الجميل قلت لك انا هنسيبك تدخل البيت بتاعك بس بدماغي يا مستر، ده بيتي تسيبني ادخله ليه؟ هو اصلا كده كده بيتي. المماليك طول عمرهم معروفين بحكم الصعيد، انت ازاي عايزني نمسك الصعيد بتاعتي اصلا؟ ما هي بتاعتي نمسكها ليه؟ يبقى رد فعلي ممكن كان غبي. اولا عرض نابليون على مراد بك ان يحكم الصعيد تحت اشراف فرنسا، ولكن طبعا رد فعل المراد رفض، وحصلت عركه ما بينهم قعدت سنه الى شهرين او 10 شهور. العركه دي نابليون خسر حاجات ومراد خسر حاجات. اللي ذكر في كتاب الوزاره ان نابليون خسر، لا انا بقول لك الاثنين خسروا بعض الحاجات. اولا نابليون كسب طريقه الحرب، انا قلت لك ان مراد وابراهيم الاثنين زعماء مماليك، والمماليك اسلحتهم الفروسيه صح كده، فطبعا هو كده كده خسروا عشان الطريقه دي. الطريقه الثانيه نابليون خسر ليه بقى؟ عشان كالاتي، طريقه اهل الصعيد غشيمه شويه، واحد اثنين، في ناس جات لهم من بره انضمت عليهم، ناس جات من شبه الجزيره العربيه عدت البحر الاحمر وانضموا لاهل الصعيد. بص يا حبيب قلبي، عرب من السعوديه او من اهل شبه الجزيره العربيه عدوا من البحر الاحمر ووصلوا لحد اهل الصعيد. ممكن اسالك سؤال؟ لو انا وقفت جنبك في حاجه ده اسمه ايه؟ انا متضامن معاك صح كده؟ فلما اقول هل حصل تضامن اثناء الحمله الفرنسيه؟ اه حصل تضامن، انضمام قوات من شبه الجزيره العربيه لاهل الصعيد اسمه تضامن عربي. اثنين، اهل الصعيد طلعت طريقتهم غشيمه، القر والفر، يضربوا ويرجعوا. مش فاهم؟ نابليون فرنسي، والفرنسيين لو سبت منه السلاح بيخاف، وبناء عليها المماليك يضربوا نابليون، نابليون يخاف فيرجع لورا، فضل نابليون يخاف ويرجع تقريبا من الصعيد لحد القاهره. كده نابليون لحد الان خسر مرتين، خسر في الصعيد وخسر قبلها في بئر البحرين. رقم واحد، لو سالتك نابليون خسر في الصعيد ليه؟ كالاتي، واحد، طول الوادي، مش طول الدلتا، طول الوادي اللي هو من الصعيد للقاهره، وده حاجه طبيعيه، تعاون بعض قوات المماليك مع اهل الصعيد، اهل الصعيد دول مصريين، وقف جنبهم مماليك، ده غير الناس العرب اللي جم من شبه الجزيره العربيه، ثلاثه على نابليون. رد اهل الصعيد طريقتهم اسمها المناوشات، بصراحه اسمها المناوشات او الكر والفر. بعد اذن حضرتك اكتب عندك هنا الكر والفر، يضرب ويرجع. انا شايف كده نابليون خسر مرتين كفايه عليه ويروح، واقدر اقول لحضرتك ان بالطريقه دي تنتهي حصة النهاردة إن شاء الله، ونبدأ بعدها الحصة اللي جاية. أكتفي بهذا القدر كفاية، وأشوفكم على خير الحصة اللي جاية إن شاء الله. معكم مستر العبد مدرس التاريخ لسه على عامة. سلام عليكم.